لطالما كانت الأحياء الشعبية بالمغرب بيئة خصبة لولادة عدة نجوم برزوا في عدة رياضات، خاصة في كرة القدم التي كانت ولا زالت الرياضة الشعبية الأولى بالمغرب. مارس 1986، شارع الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء سيشهد الصرخة الأولى لموهبة فذة في الساحرة المستديرة، والذي سيلقب فيما بعد بمارادونا وسيتحول لأيقونة أحد أكبر الفرق بالمغرب. محسن متولي. مارادونا ديمو سترفع الكأس الإفريقية، فألف مبروك 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 للمنتخب المغربي. كما هو الحال لغالبية ساكنة الحي، ولد محسن متولي داخل أسرة شعبية فمارس كرة القدم منذ نعومة أظافره، الشيء الذي ساهم في بروز موهبته مبكرا، كما هو حال باقي رفاقه أنذاك. تأثر متولي بأبناء حيه كثيرا وبرز الانتماء الرجاوي لديه منذ صغره. بداياته كانت بغابة الرميطاج أو فرماجة كما يسميها أبناء الدار البيضاء، هناك استعرض مهاراته في الكرة فأصبح اسمه مترددا في أحياء العاصمة الاقتصادية، ما جعل أسرته تبدأ التفكير في صقل موهبة ابنها. وفي سيناريو مفاجئ سيلج متولي مدرسة نادي الوداد الرياضي رغم انتماءاته المعروفة، وهو الأمر الذي أثر على ظهوره خلال فترته القصيرة بمدرسة الفريق الأحمر. أمام هذا المعطى متولي بمبادرة من أخوه الأكبر يوسف سيغير الأجواء كليا نحو فريق القلب الرجاء الرياضي ملتحقا بمركز تكوين النادي سنة 2004. ورغم التردد الذي أبدته في بادئ الأمر، إلا أن والدة متولي التي كانت تشتغل ممرضة في مستشفى ابن رشد حينها ستكون أكبر الداعمين لابنها في مسيرته بعد أن وجد أخيرا العش المناسب له. المش كما يلقبه الرجاويين سيتسلق المراتب بسرعة متدرجا داخل فئات فريق النسوة في مراكز الهجوم وصناعة اللعب، وسيلعب في فريق الشبان إلى غاية سنة 2006، السنة التي سيتلقى فيها اللاعب الدعوة للتدرب مع الفريق الأول. غير أن متولي سيبتعد عن الأنظار جزئيا بسبب بعض المشاكل التأديبية، حيث عرف على اللاعب القيام ببعض التصرفات الطائشة، الشيء الذي سيدفع إدارة الفريق إلى إعارته لفريق اتحاد تورقة بطلب من مدرب الأخير جمال السلامي في موسم 2006-2007. التجربة التي كانت مفيدة جدا للاعب بعد احتكاكه مع مستويات أكبر في دوري الدرجة الثانية المغربي، ومباشرة بعد ذلك الموسم سيعود متولي إلى أحضان فريقه الأم. 2007-2008 وبعد موسم للنسيان، إدارة الرجاء ستقرر اعتماد سياسة التشبيب في الفريق الأول، الشيء الذي فتح الطريق على مصراعيه لمحسن أخيرا لأخذ فرصته كاملة مع فريقه، خاصة بتواجد جمال السلامي الذي عين مساعدا للمدرب الفرنسي جون إفشاي، ليجد متولي نفسه أمام عدد من المواهب من أبناء الفريق كألحاج وأحقي وعناصر خبرة بقيادة العميد عبد اللطيف جريندو. ملعب الفوسفات بمدينة خويبقة سيكون شاهدا على أول ظهور لمتولي في مباراة سرق فيها ابن 21 ربيعا الأضواء بتألقه وسرعته الفائقة ومهاراته الكبيرة، ليبدأ الرجاويون سريعا بوصفه بمروان زمام الجديد أسطورة الفريق الأخضر، خاصة أنه اختار أن يحمل نفس رقم القميص الأخير 5. توالت بعدها المباريات واستمر متولي في عروضه القوية حتى دخل قلوب الرجاويين. مسيرة محسن ستعرف عدة تقلبات في مستوياته بسبب النقص في الانضباط، كما سيتأثر بوفاة والده سنة 2010. بعد ذلك وعلى إثر تصرف متهور في مباراة بيترو أتلتيكو بدور أبطال إفريقيا عقب اعتدائه على الحكم، سيتم توقيف متولي لستة أشهر، وهي المدة التي سيتدخل فيها حكماء الفريق الأخضر بقيادة المرحوم البوصيري،
الذي ساهم بشكل كبير في إنقاذ متولي من الضياع خلال تلك الفترة الصعبة. الديربي 109 أواخر سنة 2010 تحت قيادة المدرب محمد فاخر سيشهد عودة محبوب الكرة السود، ورغم الخسارة بهدف قاتل في آخر أنفاس اللقاء، إلا أن الجماهير الرجوية كانت سعيدة برؤية محبوبها المدلل يعود لملعب دونور في موسم سيشهد تتويج متولي بلقب البطولة للمرة الثانية مع فريقه. مجهودات محسن متولي منذ عودته جعلته يخوض تجربة احترافية جديدة لأول مرة خارج المغرب مع نادي الإمارات الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، تجربة كانت متوسطة بعد أن خاض فيها اللاعب 22 مباراة مسجلا 5 أهداف كما ساهم بعدة تمريرات حاسمة. موسم 2012-2013 ومباشرة بعد نهاية فترة إعارته، المدرب فاخر سيطالب بعودة اللاعب وهو ما كان متلقيا دعما كبيرا من محيط الفريق، بل وتم منحه شارة العمادة ليساهم بقسط كبير وفقة المجموعة في التتويج بثنائية كأس العرش والبطولة الوطنية الأخيرة، منحت النسور بطاقة المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية التي احتضنها المغرب أواخر سنة 2013، وذلك للمرة الثانية في تاريخ النادي. الفريق الأخضر رفع هذه المرة من سقف طموحاته خلال مشاركته الثانية في البطولة العالمية، خاصة أنه الفريق المستضيف ومدعوم من طرف أنصاره، إضافة إلى التعاقد مع هرم تدريبي كبير في إفريقيا هو التونسي فوزي البنزرتي. ولأن العزيمة والطموح هي أهم أسلحة النجاح، فقد كان ملعب أداب أكادير وملعب مراكش الكبير شاهدين على ملحمة عالمية للنسور الخضر، قدم فيها متولي واحد من أعظم الأداءات الفردية في تاريخ البطولة، مساهما في بلوغ الرجاء لنهائي الدورة أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ للمرة الأولى في تاريخ الفرق العربية حينها، وللمرة الثانية في تاريخ الأندية الإفريقية، إنجاز تاريخي كان له ما بعده في تسويق صورة متولي أكثر. رغم فقدانه لقب البطولة الوطنية نهاية الموسم في الجولة الأخيرة لصالح فريق المغرب التطواني وإقصائه من الأدوار الأولى للمسابقتين القاريتين، إلا أن العروض انهالت من كل حدب وصوب على حامل الرقم 5 لينتقل مع نهاية الموسم لفريق الوكرة القطري بعد تقديم الأخير لعرض مغري ماديا. بدأ متولي تجربته الثانية خارج المغرب تحديدا في الدوريات الخليجية بثبات ونضج أكبر، واستطاع أن يكمل مع فريق الوكرة 3 مواسم خاض فيها 77 مقابلة مسجلا 25 هدفا، قبل أن ينتقل إلى فريق الريان أحد أكبر الفرق القطرية لموسم واحد، قبل أن ينهي مساره في تجربته الاحترافية في قطر بنادي الأهلي لموسم أيضا، مسجلا خلال فترة 5 سنوات قضاها هناك 37 هدفا. في هذه التجربة لم تسلط الأضواء كثيرا على متولي، ولكنه قدم أداء فعالا مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، فكان مروره هادئا. في سنة 2019 إدارة نادي رجاء بقيادة جواد الزياد وبعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2018 وأمام ضغط الجماهير ستوجه بوصلة تركيزها نحو دوري أبطال إفريقيا، وبذلك ستبدأ في استقدام عناصر قوية لأجل تحقيق هذا الهدف، فكان لابد من الاستنجاد بالمخضرم محسن متولي أمام توجس أطراف عدة من القرار، خاصة وأن الرجل صار في 33 من عمره، إلا أن متولي كان منفتحا ومتحمسا لهذا التحدي الجديد الذي أراد أن يكون خير خاتمة لروايته الأسطورية مع النسور. وبدأ مشوار متولي في موسمه الأول بتجربته المتجددة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بكتيبة تجمع بين الشبان وعناصر الخبرة، وصار الفريق بشكل جيد حيث نافس الند للند مع غريمه التقليدي الوداد في المنافسات المحلية، كما استهل مشواره في عصبة الأبطال بشكل جيد إلى غاية دخول الفريق في دوامة نتائج سلبية عجلت بإقالة المدرب الفرنسي في شهر نوفمبر لتتم الاستعانة بابن الدار جمال السلامي. ولأن بدايته كانت مع نفس الاسم فإن متولي سيجد ضالته رفقة جمال، وظهر ذلك منذ المقابلة الأولى والتي صادفت ديربي البطولة العربية الشهير
حيث قاد متولي رفاقه إلى ريمونتادا تاريخية في آخر ربع ساعة على غريمهم التقليدي بعد أن كان الخوض متأخرين بنتيجة 4-4 ليتعادلوا 4-4 في آخر أنفاس اللقاء، سجل فيها متولي هدفين وساهم في آخرين. مباراة كانت المرجع في انطلاقة تاريخية لمتولي في رحلته الجديدة رفقة النسور ليقودهم إلى التتويج بلقب البطولة الوطنية بعد موسم شاق عرف توقفا اضطراريا بسبب الجائحة ومنافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة مع الوداد. أما في عصبة الأبطال فتوقفت مسيرة الرجاء عند نصف نهائي بعد خروج مخيب أمام الزمالك المصري. المش كما يلقب سيواصل مع فريقه الأم لموسمين إضافيين واصل فيهما عزفه لسمفونية النجاحات محققا لقب البطولة العربية وكأس الكونفدرالية الإفريقية ومسجلا 21 هدفا في قرابة 100 مقابلة في مختلف المنافسات. مع نهاية الموسم المنصرم الذي خرج فيه فريق الرجاء بدون تحقيق أي لقب سيعلن الرئيس الجديد للخضر عزيز البدراوي نهاية حقبة متولي رفقة النسور، وبذلك سيصدر الستار على الفصل الأخير من سيمفونية الإبداع التي عزفها حامل الرقم 5 مع الرجاء طيلة أكثر من عقد من الزمن، استطاع من خلاله الظفر بحب الجماهير الرجاوية كما نال اعتراف الخصوم بموهبته الفذة. رغم كل ما حققه متولي خلال مساره ورغم حمله إشارة العماد في أحد أكبر فرق المغرب إلا أن حلم الدفاع عن قميص المنتخب الوطني لم يتحقق كما يريد بعد أن اكتفى بمباريات محدودة خلال فترة المدرب رشيد الطوسي، واصطدم حلمه بشخصيته المعقدة أحيانا وبتصرفاته الطائشة أحيانا أخرى، وهو ما منع أغلب الناخبين الوطنيين الذين تعاقبوا على قيادة الأسود من الاعتماد عليه. ومع كل ذلك يبقى محسن متولي نموذجا حيا للموهبة المغربية الفطرية في الكرة، وسيتذكره الرجاويين في ذاكرتهم دائما. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.